اليوم عيد، اليوم عيد وطني كتير كبير، ومن موقعي ببرنامج هيدا حكي بتوجه بأطيب وأحر التهاني لكل الشعب اللبناني والمواطنين اللبنانيين بأهم مناسبة ممكن نحتفل فيها كلنا، ألا وهي عيد كذبة أول نيسان. أقوى عيد. اليوم عيدنا، اليوم عيد كل واحد فينا. نعم نعم. ايه الكذب ملح الشعب اللبناني، ولازم نطالب بتكريس هاليوم عيد وطني للجميع. خلي الاولاد يعطلوا، العمال، المؤسسات، الجامعات، كلنا لازم نحتفل. يعني مثل ما في ملك البطيخ وملك الفلافل وملك الشاورما، بكل حي وبكل بيت في ملك الكذب. نحن كذابين. نحن كذابين. هلا عم بحكي الحقيقة، نحن كذابين. والكذب بلبنان يعني بدك مثل الجودو والكاراتيه. ايه في تراتبية، يعني في عندك كذاب بحزام ازرق وكذاب بحزام اسود، وهيدا اعلى درجة، ونادرا ما تلاقي مثلا وزير او نايب او مرشح ما معه بلاك بيلت بالكذب. في منه بيتفوق بعضهم دان دو دان اربع دان. مثلا السياسي قبل الانتخابات بيبقى فاتح بيته وعم بيستقبل وفود على حيله مع ابتسامه عريضه، هيدي طبيعه الكذب يعني. وهو عم بيسلم عليهم بيكون عم بيعد بقلبه، اهلا وسهلا 1111 صوت، 1112 صوت، يا هلا 1113، 1114، الله يزيدهم. ومجرد ما ينجح بيجوا هن زيتهم تيهنوا وبيسلم عليهم مع نفس الابتسامه، بس بغير طريقه، بصير عم بقلبك ما اتقلك اهلا لك، هيدا ملا جاب لي هو ومرته، اهلا وسهلا بتشكركم، ما راح نخلص اليوم، ميرسي كلكم ذوق. وهو الهبيله انه مش عارف انه هن عم بكذبوا عليه لانه اصلا ما في انتخابات. كله عم بكذب على بعضه، هن جايين بدهم لحسة وهو مش عارف. لنكون عادلين، مش بس السياسية بكذبوا، حرام، لا، الموظف ما بيشكي من شيء. الموظف إذا تأخر ساعتين على شغله دائما جوابه تحت باطه حاضر. دائما بقول له الباص تبعه ليه تأخرت؟ بقول له قلب كاميون على الأوتوستراد. دائما في كاميون قالب على، وتأخرنا ثلاث ساعات بالعجقة. عندك بقول له ما دق الألارم سوري. وهذا بقول له مسكرين علي بموقف البناية. هذا جارنا حيوان ما راح يتعلم. عندك ليش التلميذ بالمدرسة من أنا وصغير لهلا بعدني بسمعها دايما، ماتت ستة. وعندك مات جدي. أنا شخصيا قاتل ستة شي 12 مرة. يعني ما كان يجي فحص ماتيماتيك أنا إلا ما قتل جدي شي 3 4 مرات. ما في يا حرام يا جدي شو مموتك. تسألوا مثلا للتلميذ ليه سقطت؟ بقول لك انتزع موتور الحي، ما فيني ادرس على العتمه. عندك هذا اللي بيشوفك بالشارع بيقول لك ضروري نعمل قعده وناخذ كاس، ولا ممكن تركب هالقعده ولا ممكن تشرب كاس معه، كله كذب. بعدين يا حدا عرضك بعدني عم بفكر فيك وبدي كان بدي ادق لك، مش معقول شو ابن حلال. كله ايه؟ لا بقول لك ليك شوف. اصعب اول ما تفل انت من هون بينساك هو من هون. وهذا مش اللي بدك منه مصاري، هذا اللي بدك منه مصاري اكبر كذاب بالعالم. اول ما بشوفك بقرب بيفعك كجي، بوسك من هون تطلع وش بيطلع شفافه من هون. هيك هيك شو شفافه. بقول لك خلي لي هالوجه، خلي لي هالوجه، اعطيني بس هاليومين بس تنزل معاش وتكرم عينك. وبعد يومين بتشوف بقول لك وحياتك مش ناسيك، ليك انت الثلاثة وين؟
انا بجي لعندك بتشوفه الاربع بتقول له طب وين اللي وعدني يجي الثلاثه؟ دغري بقول لك بكسرت التليفونات انا ودق لك انت مسكر خطك شو بعمل لك؟ قلت له طيب اوكي اعطيني اياهم. بقول لك تكرم عينك بس بهاليومين، لانه عن جد القرشين اللي كنت شايل لك اياهم اضطريت ادفعهم قص الصبي يحرق اختها المدارس ما بيشبعوا. قال لي هول ليش في اكثر منهم الكذابين بيبقوا بالسهره؟ قد ايه ببوسوا بعضهم؟ شو هالتبويس كله؟ شايفه بكون شايفه بغير نايت كلوب قبل بنص ساعه. تعبيط بقى كذب خيي انت خيي. هذه من بعيد. ايه وعندك هيدا. ها بيلو برودي. برويتي برويتي. بيبقى شايفه هداك قاعد فوق وهذا قاعد تحت مع الكيس. انت وياك الزبين. لا انت بتطيق ولا هو بطيقك. عندك اذا علقت بين يا بي اذا علقت بين ايدين السنجري، سنجري محلف. هيدا هو واحد. بتقول له السيفون مروكب يا معلم، دغري بجاوبك. انت بالبيت بعد الظهر؟ بخلص وبجي لعندك. هلا نصيحة ما تنطره. بس انت قلبك طيب وهبيلة. بضل عندك أمل. هلا إذا إجا معلم أنطون بعد جمعة يعني عينك ما تشوف شيء وحش. على فكرة كل السنجرية شغلهم طب وعلى الواطي. ملاحظة؟ مستحيل يعني دائما بيبقى لابس جينز. هلا أنا ما راح أقدر. بيبقى لهون واطي مقشطه دائما عم بيبقى مقشط سيفك ياها. تبقى انت واقف على الوراء عم تطمن انه شو عم بيصير بالسكر، هو مطوبز قدامك بقى. عرفت كيف؟ وغابات الامازون طالعه. على فكره ليه كلهم بيلبسوا تاي باس؟ مش معقول يعني نص قفاه مبين هيك وغابات ووجهك كله انت لانه انت مطوبز ما عم تطلع انه وين السكر؟ وبلش يعرق بقى من فوق. هلا الاخطر من السنجري الميكانيسيان. هيدا ملك الكذب كمان. بيفرط لك سيارتك وبحطك دغري تحت الامر الواقع. بقول لك ليك استاذ ما بدي اكذب عليك. ما بدي اكذب عليك. عندك الاصلي وعندك الصيني. هلا الصيني كثير كثير منيح، انا بركبه بس ما بكفله. قلت له طيب انت شو رايك؟ بقول لك انا بنصحك بالاصلي. تقوم انت بتقول له حط لي الاصلي، وبحط بحط لك الصيني بفوتر الاصلي. لا وعشرت انه اذا يقنعك بخلي لك العلبه الفاضيه تتشوفي بعينك، بقول لك ياما بخليك العلبه انه شوف. هي العلبه مدري قديه صار لها عنده. بقول لك غيرتهم استاذ. يعني عن جد لازم انا برايي لازم اول نيسان عن جد يكون عيد وطني. لانه ما بعتقد في لبناني ما احتفل اليوم وما تلفن لاعز اصحابه ومن قبل الضو وفلجوا بخبريت. الو امك بالكوما الحقها مستشفى ظهر الباشا. العمى بقلبك ما اسالك. وهيدا حكي.